السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا، وحلقة جديدة ولقاء يتجدد معكم في صباح الخير يا كويت. في البداية أصبح على زميلي هاشم، صباح الخير. صباحك بالخير منيا، ومع إطلالة صباحية جديدة نحييكم مشاهدينا الكرام ونلتقي فيكم على المحبة والمودة مع فقرات جديدة ومتنوعة من فقرات برنامجكم اليومي صباح الخير يا كويت، حيث انطلق اليوم رسميا دوام جميع العاملين في رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، على أن يعقبها دوام المرحلة الثانوية يوم الأحد المقبل 26 سبتمبر. وبهذه المناسبة هنأ وزير التربية الدكتور علي المضاف أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات بالعودة الرسمية إلى المدارس اعتبارا من اليوم، وأعرب عن أمله أن تكون انطلاقة العام الدراسي 2021-2022 جيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لوزارة التربية. كل التوفيق لهم إن شاء الله في الموسم الدراسي القادم، وهذه من بوادر أيضا العودة للحياة الطبيعية يا هاشم. بس ما ننسى أن إحنا الحين في نص سبتمبر مقبلين على موسم نصفري، مثل ما سولفنا مساء عن بوادر الحساسية اللي شفناها ونزلات البرد اللي بدأت يعني تزيد في هذه الفترة، ومعروف موسم نصفري بالحساسية ونزلات البرد، علشان كذي اليوم راح يكون عندنا لقاء عن المناعة. بس المناعة بشنو؟ بالعسل. بالعسل صحيح. شلون نقدر نعزز المناعة؟ عن طريق العسل، مع دكتور عيسى العيسى. وأيضا راح يكون عندنا لقاء ثاني عن التجديف وهواية التجديف، وأيضا مشاركة الكويت في بطولة التجديف مع الدكتورة سعاد الفقعان، راح تكون ضيفتنا في هذه الحلقة. لكن مثل ما عودناها في البداية نذهب إلى الصحافة وأبرز العناوين فيها ونرجع لاستكمال فقراتنا. مشاهدينا، جولة سريعة مع أبرز ما جاء في الصحافة المحلية هذا الصباح، نبتديها مع جريدة الراي. شددت على ميكنة الدعوم تسهيلا على المزارعين وتطويرا لأدوات التسويق، الزراعة منصة إلكترونية لمزادات المنتجات الحقلية، تزكية 131 متقدما لدورة وكيل عريف مكافحة لعدم الوصول إلى الرقم المطلوب، وأيضا قبول 371 ضابط صف بالقرعة لدورات الإطفاء. جريدة القبس، المعلومات المدنية لن نستقبل أي مراجع دون التسجيل في منصة متى. وأيضا لها عنوان ثاني من البيئة، متابعة المؤشرات البكتيرية في 7 شواطئ. جريدة الجريدة، إعادة تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى جابر اليوم. عبد الله بهبهاني، ترخيص لقاح كورونا للأطفال عالميا نهاية أكتوبر. وزارة التربية تخوض اختبار الجاهزية مع عودة المعلمين اليوم. التطعيم أو البي سي آر شرط دخول المدارس، والوزارة تدرس إغلاق الفصل إذا تجاوزت نسبة الإصابات 20%. جريدة الكويتية، الشؤون تشكيل لجنة تحكيم لمشاريع الأسر المنتجة لاختيار المشاركين في معرض إكسبو دبي 2020. وزير التربية، اتخاذ جميع التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة العام الدراسي. جريدة الأنباء، وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب، استئناف عقد عموميات التعاونيات وانتخابات النفع العام مع الالتزام بالاشتراطات الصحية. والصحة العالمية، الكويت شريك استراتيجي للبنان في دعم قطاعه الصحي. بهذا العنوان انتهت جولتنا في الصحافة المحلية. خلينا نروح معكم إلى زميلنا نجيب القحطاني، متواجد هذا الصباح في روضة النجوم في منطقة صباح السالم. صباح الخير نجيب. Thank you.
مشاهدي الكرام، اصب عليكم الخير واصب على الزميله منيا. تقول نجيب انت وينك؟ في نجيب انا موجود اليوم في روضه النجوم في منطقه صباح السالم والتابع لمنطقه مبارك الكبير التعليميه. نبارك لابنائنا يعني والمعلمين والمعلمات اليوم ببدايه العام الدراسي، ووجود عدد كبير من المعلمين والمعلمات في جميع المناطق التعليميه. راح نكون ان شاء الله في هذه الروضه، راح يكون معنا مسؤولين من وزاره التربيه، راح نتحدث عن استعداداتهم وعمل وجود المعقمات، وجود غرفه العزل، كذلك راح نتحدث عن البي سي ار للمعلمين والمعلمات، كذلك للطلبه، راح نتحدث عن امور كثيره تهم الطالب والطالبه. بعد قليل ان شاء الله راح نكون معكم موجودين في روضه النجوم في منطقه صباح السالم. مشاهدينا، ضيفتنا اليوم واحدة من نماذج الكويت المشرفة، طبعا بلشت رياضة التجديف مع فريق التجديف الكويتي وشاركت في بطولة الكويت للتجديف وأيضا التصفيات القارية الآسيوية، وتأهلت لبطولة العالم 2021 لكل من 500 متر و2000 متر. ما شاء الله يا منية. ما شاء الله، ضيفتنا حققت العديد من المراكز المتقدمة في عدد من البطولات الأخرى أيضا. خلونا نرحب وياكم فيها الدكتورة سعاد الفقعان لاعبة المنتخب الكويتي للتجديف. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، حياك الله. حياك الله دكتورة. ولو نتكلم في البداية ان شلون دخلتي مجال التجديف وهي لعبة يعني لعبة مميزة، خلينا نقول مو اي احد يروح لها خاصة عندنا احنا هنا بالكويت، شلون كانت البداية؟ لما بديت التجديف كنت توني جاية الكويت من بعد دراستي برا، حصلت على الباتشلرز في امريكا والماسترز في لندن وبعدين الدكتوراه في اليابان. فلما رجعت الكويت كنت خالصة من ماي أكاديميك كارير، يعني طموحي بالدراسة يعني هني أنجزت والحمد لله. الحمد لله. فدائما أنا يعني أحب الرياضة، فقلت هذا الحين وقتي. أوكي، فرجعت يعني أنا وايد أحب البحر، وسمعت إن في نادي تجديف، ولا مرة بحياتي لعبت هاللعبة أو حتى شفتها. ودائما أحب أجرب الأشياء الجديدة، فرحت وكانوا وايد مرحبين فيني. جربت اللعبة، بعد شهر تقريبا شافوا الكابتنز اني يعني في شوية فطرة، فهني قالوا لي خلنا نميها. ومن خلال البطولات اللي شاركت فيها شفت انه صح كلامهم، ان اقدر ان شاء الله اوصل الى مرحلة انا اكون يعني افتخر فيها وارفع على مديرتي. حلو دكتوره، يعني انت ما اخترتي هذه اللعبه لان انت كنت حابتها او رغبانه فيها او باحثه عنها، يمكن نقول الصدفه جابتك ناحيه التجديف، فليش اخترتي التجديف تحديدا بينما الخيارات كانت متاحه؟ يعني اولا لعبه التجديف عاده تكون لعبه فرديه، فانا الحين اللي العبها بالقارب الفردي، فهذا شيء يخليني انه خاصه بالفئه العمريه اللي انا فيها، يعني عاده اللي يكونون يلعبون بالمنتخب او اي لعبه يكونون اصغر. نعم. بس كوني ان انا يعني رحت درست ورديت بعمر شوي اكبر، التجديف رياضه انه بالعمر مفتوحه، فهذا الشيء اللي خلاني انه اقدر امارسها وان ان شاء الله اوصل ان شاء الله باذن الله. دكتوره سعاد، لو نتكلم يعني على كونك لاعبه في هذه الرياضه، شو المعايير الستاندردز اللي يفترض انها تكون موجوده في اللي مارس يعني لعبه التجديف وخاصه باحترافيه يكون بروفيشنال فيها؟ اولا اللياقه، لازم اللياقه تكون توب، يعني حتى من ناحيه اللايف ستايل، المدخنين هذيلا انسوا، لان الرئه لازم تكون يعني ما شاء الله توب كواليتي، فاللياقة لازم تكون توب. القوة لازم يكون، تحتاج قوة لأن أنت قاعد تمارس بالبحر، فأنت مع القارب لازم أنت تدفعه بقوة الجسم، وأيضا لازم يكون هناك الفوكس العقلي، التركيز العقلي. إيه نعم أكيد، لأن أعتقد ذهنية عصبية جسدية يعني، فكل الجسم يتحفز معاها. بس نبي نتكلم عن البطولات، شنو أهم البطولات اللي شاركتي فيها؟ أهم البطولات، أول بطولة شاركت فيها كانت بطولة الكويت بالصالة،
والحمد لله جبت فيها المركز الأول في 2000، وهذا أول رقم كان بالنسبة لي اللي شفت إنه خليجيا كان توب، فهذا حفزني إنه أوكي ممكن خليجيا أقدر أوصل على الفئة العربية وأيضا على آسيا. فلما شاركت في الايجا كاب في 2021 شاركت في 500 وال2000، ولله الحمد في 500 جبت السكند بليس، وايضا بال2000 حققت رقم بالنسبه لي كان ماي بيرسونال بيست. اي نعم. ومن خلال كاس اسيا تاهلت الى كاس العالم. نعم. ولله الحمد في 500 متر جبت بالتوب 10 عالميا، وايضا رقم 13 على العالم في 2000. ما شاء الله. زين شلون تشوفين دكتوره سعاد الاهتمام بهذه الرياضه عندنا هنا بدوله الكويت؟ امانه في وايد ناس ما كانوا يعرفون اصلا ان عندنا رياضه التجديف، ولكن من بعد ما اخوي وزميلي عبد الرحمن الفضل وصل الى طوكيو في الاولمبيكس، هني الناس عرفت والله لا عندنا تجديف، عندنا هاللعبة. ومن خلال اللي صار أصلاً صار عندنا وايد مشاركين جدد في يعني صار في إقبال على اللعبة. إيه نعم، فوايد هلوا علينا وهذا شيء إحنا نرحب فيه. شيء جميل. حلو. بما أنك ذكرتي عبد الرحمن الفضل في هذا الإطار، خلينا نتكلم أكثر عن الأسماء اللي شاركت في هذه البطولات ويمكن حققت مراكز وإحنا يمكن ما نعرفها، لأن هذه الرياضة مو مسلط عليها الضوء مثل الرياضات الثانية. صحيح. يعني يعني عندنا في فئة الجونيورز عندنا عذبي الطراروة أيضا حقق رقم في 500 وفي 2000 وتأهل لكأس العالم. أيضا عندنا عبد الرحمن الصفران بطل الكويت في البحر من سنة 2012، أيضا عندنا عبد الرحمن الفضل ومحمد ربيع، هذول كلهم أبطال حققوا عندنا ميداليات يعني من بطولات في تونس، بطولات صارت في كل أماكن في العالم. جميل. إذا على المستوى الشخصي لو نتكلم عن الطموح، شنو الجولز اللي أنت حاطتها مستقبلا وحابة أنك توصلين لها ولا بد أنك توصلين لها؟ أنا طموحي يعني الحمد لله دائما على قولتهم I shoot for the stars، يعني ما أخلي حق نفسي، فأكون واقعية مع نفسي، أبي أوصل للأولمبيكس. هل راح أجيب ميدالية؟ إن شاء الله. أوكي. بس إن هذا الطموح حاليا قاعدة أتمرن مرتين باليوم كل يوم عشان أوصل إلى هذا الهدف. إن شاء الله وتوصلين، وإحنا شفنا كثير من الكويتيين شاركوا ووصلوا للأولمبياد العالمي وحققوا العالمية فعلا، وإن شاء الله اسمك راح نشوفه معاهم. إحنا شاكرين لك وجودك ويانا هذا الصباح، كل الشكر والتوفيق كذلك للاعبة المنتخب الكويتي للتجديف الدكتورة سعاد الفقعان. خلونا نطلع معاكم فاصل، نرجع نتواصل معاكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت، خليكم معنا. مشاهدي الكرام صب عليكم للمرة الثانية وإحنا موجودين في روضة النجوم في منطقة صباح السالم والتابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية. يعني مثل ما حنا قلنا لكم إن شاء الله اليوم بداية الهيئة التعليمية والإدارية في جميع المناطق التعليمية، راح نتكلم عن بداية العام الدراسي إن شاء الله، لكن الطلبة راح يكون إن شاء الله في تاريخ 13، لكن ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ محمد العجمي مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية. نقول لك صباحك الله بالخير وكل عام وانتم بخير. في بداية اليوم إن شاء الله وجود الهيئة التعليمية والتدريسية والإدارية اليوم في جميع المناطق التعليمية وبالتحديد في منطقة مبارك الكبير التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. بداية كل عام والجميع بخير، والعود أحمد إن شاء الله
ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا العام عام حافل بالعطاء والتميز والنجاح وسلامة الجميع من هذه الأوبئة والأمراض. والحمد لله رب العالمين. مثل ما شاهدت اليوم أبو نواف، اليوم انطلقت العجلة في بداية عام دراسي، نقول إن شاء الله متميز بجهود الجميع في منطقة مبارك كبير التعليمية، أسوة بالمناطق التعليمية. هناك استعدادات تمت على قدم وساق، واليوم نراها على أرض الواقع من خلال التجهيزات والاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة التربية ومع وزارة الصحة. وما أخفيك، احنا اليوم في منطقة مبارك كبير التعليمية انطلقت العجلة في دوام الهيئة التعليمية والإدارية للمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط في 89 مدرسة بعدد ما يقارب 12208 من المعلمين والهيئة الإدارية. ونسأل الله السلامة للجميع، والأمور الحمد لله رب العالمين تطمئن، والكل مشتاق لهذه العودة ولبدء هذا العام الدراسي اللي نتمنى إن شاء الله أن يكون عام حافل بالعطاء والتميز. أستاذ، لو نتكلم أستاذ محمد عن استعدادات منطقة المبارك الكبير التعليمية من ناحية يعني قرف العزل، المعقمات، استقبال إن شاء الله الطلبة خلال في 13، الهيئة التعليمية، البعض يمكن ما أخذ التطعيم، لكن شو الإجراءات اللي راح تقومون فيها في هذا الشيء؟ ما أخفيك أبو نواف، الإجراءات الاحترازية والاشتراطات وأيضا التجهيزات تمت لجميع المراحل التعليمية ولجميع أيضا المناطق التعليمية بشكل عام. وفي منطقة مبارك الكبير التعليمية قطعنا شوط كبير في هذا الجانب، وكذلك نستعد أيضا من الآن في استقبال أبنائنا الطلبة في 13. هناك اشتراطات صحية فيما يتعلق بدخول المعلمين المتعلمون أيضا، وكذلك الزوار بشريطة أن يكون من أخذ الجرعتين يسمح له بدخول المبنى المدرسي، من أخذ جرعة أو لم يأخذ الجرعات التطعيمية عليه أن يوفر لنا اللي هو المسحة البي سي آر حتى يتم دخوله في هذا الجانب بكل أسبوع. يعني ما شاء الله استعدادات كبيرة جدا. ودنا نتكلم عن تعاون مثلا وزارة التربية وكذلك مع وزارة الصحة. وزارة التربية نقدم في هذا الصباح الشكر لمعالي وزير التربية والأستاذ الفاضل وكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام والسادة الوكلاء في القطاعات لتعاونهم المستمر والمتابعة بشكل يومي وبشكل ما أخفيك أنه حتى بالساعة نتابع هذا الأمر. والشكر أيضا كذلك لوزارة الصحة على جهودهم وعلى تعاونهم. أنا ما أخفيك أقدم شكر أيضا كذلك لجميع من يعمل في الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، سواء من كوادر في المنطقة التعليمية أو في الإدارات المدرسية والشؤون التعليمية بمراقباتها ومراقب الخدمات العامة، وجميع من بذل جهد في سبيل نجاح هذا العام الدراسي واستعداد كان يشغل هاجس الجميع. والحمد لله رب العالمين، اليوم نرى هذا في جميع رياض مبارك وأيضا المراحل التعليمية الأخرى. يعطيك العافية أستاذ محمد العجبي، مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية. ننتقل حق ضيفتنا الأخرى أستاذة سمر العماني، حياك الله، تفضلي. مراقب رياض الأطفال، يعني مثل ما احنا ملاحظين اليوم ما شاء الله استعدادات المميزة في منطقة مبارك الكبير التعليمية. أستاذة سمر صبحك الله بالخير، يعطيك العافية، ونقول لك كل عام وانت بخير يعني بداية العام الدراسي للهيئة التعليمية والإدارية في وجود منطقة مبارك الكبير. صباح الخير، صباح الخير يا كويت، صباح الخير لأحلى وطن. طبعا اليوم عام مختلف، عام جديد، بل عام استثنائي، يعني بالنسبة لولي الأمر والمعلم والمتعلم. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى ها نحن عدنا بأمان بفرق شكلت من وزارة التربية ومن المناطق التعليمية، عملوا بجهود حثيثة، عملوا بجهود سابقوا فيها الزمن وسابقوا فيها الأيام. ومثل ما أنتم شايفين الإعدادات والاستعدادات بأمان وتجهيزات مطابقة لوزارة الصحة. لا بد أن اتخذت بعض الإجراءات وجود التدريب، يعني خاصة بداية العام الدراسي لأبنائنا الطلبة راح يكون إن شاء الله في تاريخ 13. رياض الأطفال يحتاجون رعاية أكثر، يحتاجون جهد، يحتاجون مسؤولية أكثر. كذا جميع القرارات والطلبات اللي طلبوها وزارة الصحة وزارة التربية للأمانة قاموا بها مدراء ومديرات المساعدات في رياض الأطفال، واستعدوا الجميع لهذه الاحترازات لولي أمر، للطفل، لولية الأمر، لجميع
لجميع المراجعين اللي إن شاء الله بإذن الله راح يدخلوا رياض الأطفال. أنا هني أستقل هذه الفرصة وأقدم الشكر الجزيل لمديرات منطقة رياض منطقة مبارك الكبير والمديرات المساعدات والفرق التي قامت على ووقفت على هذه الاستعدادات الصراحة والتجهيزات، لأن الصراحة تجهيزات واستعدادات نفتخر بها بكوادر كويتية عملت بإخلاص، عملت سابقة الزمن، عملت نهارا وليلا اللي تشوفونه حين هذا الصراحة. يعطيك العافية السادة سمر العماني مراقب رياض الأطفال في منطقة مبارك الكبير التعليمي. ننتقل حق مديرة المدرسة، نقول يعطيك العافية وعساك على القوة سادة ربيحة الفلشاوي مديرة روضة نجوم في منطقة مبارك الكبير التعليمي. يعطيك العافية، صبحك الله بالخير وعساك على القوة وكل عام بخير. وانت بخير ويا هلا فيكم. واحنا اليوم نوجه تحية تقدير واحترام واعتزاز بالمعلمين والمعلمات اللي باشروا اليوم أعمالهم في هذا اليوم بكل حب وبكل تفاؤل، ونوجه لهم يعني أكبر تحية صراحة، لأن ما شاء الله اللهم بارك مداومين من الصبح ما شاء الله ومستعدين لاستقبال الأطفال إن شاء الله في الموعد المحدد لاستقبالهم. لو نطمن أولياء الأمور، ما شاء الله استعداداتكم ما شاء الله متميزة في جميع المدارس في جميع رياض الأطفال، حتى نطمنهم ونقول لهم إن شاء الله إن شاء الله في تاريخ 13 كل شيء جاهز ومن اليوم جاهزين لاستقبال الطلبة، لكن في تاريخ معين إن لاستقبال هذه الطلبة. نتكلم عن استعدادات في روضة النجوم. طبعا أنا أزف خبر سعيد لأولياء الأمور أن بيئة رياض الأطفال أصبحت بيئة صحية وبيئة سليمة وبيئة فيها جميع الاشتراطات الصحية. وفرنا طبعا المعقمات، وفرنا المصورات والاشتراطات كاملة وماشيين على قدم وساق، والحمد لله مثل ما أنتم شايفين الروضة بتعقيمها الكامل، الروضة باستعدادها الكامل، الروضة ببهجتها مستعدة أنها تستقبل الأطفال بكل حب وإن شاء الله مكان آمن وسليم، والحمد لله جميع رياض الأطفال على قدم وساق لتظهر لكم هذه الأشياء اللي أنتم تشوفونها الحين بالملصقات بالمصورات اللي عرضناها للأطفال، وإن شاء الله بانتظار قدوم الأطفال بعد ما الحمد لله تم حضور المعلمين والمعلمات وباشروا اليوم هذا اليوم إن شاء الله بكل حب وتفاؤل. أكيد أن تم إعطاء توجيهات للمعلمين والمعلمات في جميع المناطق التعليمية، كذلك بالأخص في روضة النجوم، أن باستقبال الطلبة بالتعامل تدري هذا طفل صغير توا بادي في العام الدراسي، فلا بد أن له معاملة خاصة. أكيد أكيد طفل الروضة هذا يعني، وخاصة بعد جائحة كورونا يعني هم يمكن هم شوية تخوف عندهم، ولكن بما أن احنا طمناهم أن البيئة سليمة وصحية لاستقبالهم أيضا، فإحنا نطمنهم أن إحنا راح نستقبل الأطفال إن شاء الله بكل حب، وراح نستقبلهم وإحنا مستعدين أن نعلمهم الأشياء الصحية، نعلمهم شلون يتعاملون مع التباعد الاجتماعي، أيضا حطينا لهم كل الإرشادات مثل ما أنتم شايفين، نشكل لهم تباعد ولو بسيط، ولكن كثر ما نقدر راح نتعامل معهم بكل حذر وبكل حب، وأن إحنا نطمنكم مرة ثانية أن إحنا بيئة صحية سليمة كاملة الاشتراطات الصحية، وحياهم الله وحياكم الله أولياء الأمور، وشرفتونا اليوم تلفزيون الكويت بحضوركم إلى روضة النجوم المميزة في منطقة مبارك الكبير، حياكم الله يا هلا ويا مرحبا فيك. يعطيك العافية السادة ربيحة الفلشاوي مديرة روضة النجوم في منطقة صباح السالم بالتحديد في منطقة مبارك الكبير التعليم. كذلك رسالة شكر نقولها ونوجهها للوكيل المساعد التعليم العام الأستاذ أسامة السلطان اللي أعطانا الفرصة ووجهنا ويعني فتح لنا المجال أن نأخذ مع مدير عام المنطقة. راح نرجع إلى الزملاء الاستديو لتكملة فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء تفضلوا.
تتعدد أنواع العسل وتختلف مسمياتها وفقا لجودتها ومنشأها. أحد أشهر هذه الأنواع وأكثرها فائدة هو عسل السدر. خلونا نتعرف على بعض المعلومات عنه في فقرتنا التالية، خلكم معنا. يعرف عسل السدر على أنه عسل أحادي اللون مصنوع فقط من رحيق أشجار السدر. تكون عسل السدر من أنواع سكر عديدة وهي الفركتوز، السكروز، الجلوكوز، المالتوز ومجموعة كبيرة من السكريات قصيرة السلاسل. ويوجد في الكويت أشجار السدر بكثرة في المناطق السكنية والبرية، وينتج منه العسل في شهر أكتوبر ونوفمبر، ويمتاز عسله بنكهة السدر وبطعم ممتاز جداً يفضله أهل الكويت، خصوصاً في علاج أمراض الحساسية، وأيضاً شمع عسل السدر لأمراض الفم والجيوب الأنفية. وعسل السدر هو العسل الذي ينتجه النحل بتغذيته على رحيق أشجار السدر المعروفة بالنبق، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي من الأشجار المعمرة. ويعد عسل السدر من أجود أنواع العسل، ويفضله المعالجون بالأعشاب منذ القدم في عمل الخلطات العلاجية أو المقويات لسرعة نتائجه مقارنة مع الأنواع الأخرى من العسل. ويأتي عسل السدر بأنواع متعددة لكل منها مميزاته ومواصفاته، وجميعها استحوذت على اهتمام الباحثين، ووجدوا أن عسل السدر يحتوي على نسبة عالية من المعادن. يمتاز عسل السدر بلونه الذهبي الفاتح، إلا أنه يغمق ويميل إلى الإحمرار بمرور الزمن، وتفوح منه رائحة السدر خاصة عندما يكون جديد الإنتاج وطازج، يذكرك بنفس الرائحة الزكية والعطرية التي تفوح من أشجار السدر النبق في شهر أكتوبر عندما يكون موسم زهرة السدر. ويختلف عسل السدر من منطقة لأخرى مذاقاً ولوناً ورائحة وكثافة، ويتشابه في كون رائحته زكية وطعمه لذيذ، ويمتاز بارتفاع أسعاره في الأسواق لكونه لا يتوفر طوال العام. يعتبر عسل السدر مضاد للالتهابات وله تأثير شاف للجروح، كما أنه مضاد للجراثيم وله تأثير مضاد للأكسدة. ومن فوائده الطبية الأخرى علاج مشاكل الكبد، قرحة المعدة، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الجهاز التنفسي، الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مشاكل الجهاز الهضمي، أمراض العيون، تعزيز الشفاء بعد الولادة، الحماية من أمراض القلب، تنشيط الدورة الدموية، تقوية جهاز المناعة. حياكم الله من جديد مشاهدينا. موسم صفري وأعتاب موسم وتقلبات جوية، وسواء فصل الخريف وأيضا فصل الشتاء، فإحنا نسعى دائما إلى تعزيز مناعتنا الصحية ضد أي عوامل مؤثرة، خاصة في ظل التجربة المريرة اللي مرت في العالم كله اللي هي جائحة كورونا. أكيد يا منية، وهني لابد أن نتكلم عن واحد من أهم عوامل رفع المناعة وتحسين الصحة بصفة عامة، وهو العسل اللي أثبت نجاحات ممتازة في المجال الصحي. ومعنا اليوم النحال الدكتور عيسى العيسى اللي يمتعنا دائما حتى عن طريق الانستغرام ومواصل التواصل الاجتماعي بكيفية التعامل مع النحل عشان يعطينا تفاصيل وشرح أكبر عن هذا الموضوع. حياك الله معنا دكتور، منورنا ومشرفنا. صباحكم الله بالخير، ونصبح عليكم على كل المشاهدين. صباحك مثلك. في البداية احنا يعني في أوضاع صحية مو ما زالت مضطربة، خلينا نقول خطونا طالعين من الجائحة، إن شاء الله نوصل إلى بر الأمان بسلام. فالكل يسعى إلى تعزيز المناعة، مناعة جسمه، ودائما نسمع أن العسل هو معزز يعني أول بالنسبة للمناعة، فكلمنا عن تعزيز المناعة مع العسل. العسل قبل ما نتكلم بالعلم وقبل ما نتكلم بالدراسات، القرآن الكريم خص العسل خاصية ما خصها ولا واحد من الأطعمة. القرآن ذكر العديد من الأطعمة والمشروبات، لكن الغذاء الوحيد اللي ربطه بالشفاء هو العسل. في سورة النحل آية 68
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس مو دواء للناس. هذه نقطة وايد مهمة، معنى دواء يعني تركب كلمة كبر شفاء تقريبا. بس الدواء أنت لما تأخذين دواء ممكن تطيبين ممكن لا، صحيح، بس لما يقول لك شفاء أمر حتمي يعني شفاء. لما تعمقت بعالم العسل، يعني انا طبعا يعني بالاخير انا باك جراوند مالي دكتور، فلما ادرس اي دراسه او اروح اي محاضره تركيزي يكون حق اني افهم كل معطيات الشيء. العسل فيه ثلاث خواص خاصه في العسل. اول شيء مضادات الاكسده بكميه مو طبيعيه، ثاني شيء فيه حبوب لقاح، ثالث شيء وهو الشيء المميز في العسل اللي هي انزيمات النحله. انزيمات النحله هذه عالم في 12 واحد وايد مهمين، تأثيرهم المناعي على صحة الإنسان في غاية القوة. عشان كذي أنا دائما أحب أقول شغلة، هذه شغلة أنا بنفسي حضرت محاضرات وقريت أكثر من دراسة بهالموضوع، خلط العسل بالماء وايد مهمة. إذا بنتكلم عن المناعة اليوم ودي مشاهد يطلع بمعلومة هي هذه، العسل بروحه مفيد والماء بروحه مفيد، وإذا تأكل كل واحد تشرب كل واحد فيهم بروحه أنت راح تأخذ فوائد صحية، بس إذا خلطت الاثنين مع بعض تزيد الفوائد. مع ان المفروض يعني انت لما تاخذ شيئين صحيين برتقال تفاح تخلطهم مع بعض المفروض نفس الفوائد، لا، العسل لانه في انزيم اسمه جلوكوز اوكسيديز يتفاعل مع الماء وينتج عنه مركبين وايد مهمين حق مناعه الانسان وصحته. جميل جدا. فايه نتكلم عن هذا الموضوع بعد شوي يعني بتبحر اكثر دكتور عيسى، لكن الموضوع اللي همنا الحين انت ما شاء الله عليك نحال فاهم اللي قاعد تقوله. في ناس تحب العسل بس مو متبحره بالعسل، يعني مثلا انا واحد من الناس اتوهق لما اروح اشتري عسل ما اعرف مثلا شو الفرق بين عسل السدر وعسل المنوكه وعسل ما اعرف ايش، وهذا شنو هي خلينا نقول اهم انواع العسل الدارجه وافيدها؟ ممتاز، تبي افيدها ولا اهم انواع الدارجه بالكويت؟ هو عسل السدر الكويتي وعسل زهور الربيع وعسل الكينا والصفصاف، هذه الاعسال الكويتيه. كذلك عسل خذ رواج عالمي كبير اللي هو عسل منوكه، عسل محترم جدا يتميز بطعمه المر، هذه ميزته. اصلا كانوا قبل 20 سنه في نيوزيلندا هالعسل كانوا ما ينتجونه، يخلونه بالبراويز الشمعيه يخشونه لما يصير موسم جفاف او برد يقوموا ينزلونه حق النحل عشان ياكله. فهمتوا؟ لانه كان طعمه مو مستساغ. بس قاموا اثنين طلبه الدكتوراه وقالوا هذا العسل مر اكيد فيه فائده، لان سبحان الله ترى المروره مرتبطه بالعلاج. فقاموا فحصوه ولقوا فيه مركبات موجوده بالعسال الثانيه، وهني عاد اللي بدت. ودوله نيوزيلندا امانه قامت بدور جبار، تعرف لما نقول نبي ننوع مصادر الدخل، صحيح، نيوزيلندا قامت بتجربه اتمنى ان نطبق ربعها بالكويت، ان تبنت هالعسل وحولته الى مصدر دخل للدوله ما شاء الله، وصار رابع ما ادري خامس مصدر للدخل في نيوزيلندا من وراء عسل ونحالين وشيء بمنتهى البساطه. فعلا هم كانوا قبل يخزنونه وما يستخدمونه يعني ولا كانوا عارفين فائدته. في كثير من الناس دكتور عيسى يعني يعتبرون ان العسل دواء لكل عله او لكل مرض لازم ياخذون عسل او نوع معين، شنو ردك على هذا الموضوع؟ هل ممكن؟ شوفي انا بهالحكي هنا راح استند الى القران الكريم اللي يقول فيه شفاء للناس، وفي حديث عن الرسول في واحد بطنه يعوره وراح اخوه راح حق الرسول قال له اخوي بطنه يعوره تقول عطى عسل، كان يله ثاني يوم للحين بطنه يعوره مع انه كل عسل مره ثانيه اربع مرات، رابع مره قال صدق الله وكذب بطن اخيك، اعطاه عسل فبرأ طاب. هذا الشغله وايد مهمه بالنسبه حتى بالادويه، ترى احنا ناخذ كورس مضاد حيوي ما نقز ابره واحده ونقول خلاص، ناخذ كذا جرعة الفاكسين كورونا ما ناخذ جرعة واحدة ناخذ جرعتين، والحين في كلام على جرعة ثالثة. فالمهم جدا في عالم العسل بما أنه طبيعي ومو دواء خاص حق مرض معين الاستمرارية فيه، ففعاليته أكيد أكيد موجودة بالعلم وبالدين الاثنين، أو خلينا نقول بالدين وبالعلم. بالدين وبالعلم. أيوة. زين دكتور عيسى شلون نحدد احتياج كل شخص يعني والعسل اللي هو يحتاجه؟ ممتاز، هذا السؤال كنت خايف ما تسألوني السؤال. بسألك سؤال، شنو أحسن فاكهة؟ شنو أحسن خضرة؟ التنويع بالخضروات والفواكه أفيد من أنك تأكل خيار مثلاً ولا صحيح. تفاح ولا برتقال. نفس الشيء العسل، في ناس وايد وللأسف ترى هذا من أعتبره غلطة النحالين، لأن كل واحد يمدح العسل اللي هو أنتج الحين يبي يبيعه، غلط. لا، أنا همي صحتك، وإذا قلت لك الصحة راح أقول لك أهم شيء يكون عسل أصلي. خلصنا من أن لازم في نوعين، في عسل أصلي وفي عسل اللي مو أصلي يكون مغشوش مثلا دكتور. مغشوش طبعا هو ثاني اكبر غذاء في العالم يتم الغش فيه هو العسل. اول غذاء زيت الزيتون. زيت الزيتون خلهم على كتر الحين، اذا تكلمنا الحين بننسى العسل المو اصلي حلو عشان نتناقش.
عندنا العسل الأصلي، أفيد شيء أنك تنوع، ما تأكل عسل واحد، تأكل كذا عسل. ممتاز. والكل يقول لك والله أخذ هذا حق شايف، صح في أعسال معينة حق أمور معينة، ولكن إذا تنوع بالعسال أفضل حق مناعتك وصحتك. جميل جدا، ممتاز. طيب الحين عندنا وايد إعلانات صراحة في وسائل التواصل الاجتماعي، في الجرائد وايد نشوف، حتى بالشارع يعني تشوف إعلانات عن أنواع معينة من العسل. شلون المستهلك يقدر يحدد ما هو الأفضل والأجود بالنسبة للاستخدام؟ يعني خصوصا أن أنت دكتور حاصل على خمس جوائز، خمس جوائز، ما شاء الله، خمس جوائز في جودة العسل. الحمد لله. الشغله اللي المفرحه المحزنه، وبعدين راح اعطيكم بعض المعلومات، بس ان لو انت نحاله، بنت نحال، بنت نحال، بنت نحال، ما راح تقدرين تعرفين العسل الاصلي الا بفحص المختبر. ليش؟ هي مو ماده واحده احنا بنطلع، عندنا 181 مركب داخل العسل، ما شاء الله، ماده او مركب او عنصر او مركب. الحين شلون بتعرف انت بالنظر او بالتذوق ال 181 هذول؟ ما تقدر، هو لازم فحص المختبر، بس في اشارات حق العسل وزياده جودته. اعطيكم واحده وايد حلوه، اذا حطيت العسل عليه شفته وايد شفاف غالبا هذا مو اصلي. النقطه الثانيه، نقطتين مهمين، العسل لما يتبلور يعني اصلي، او احتماليه انه اصلي وايد تزيد، خلينا نتكلم فوق ال 90%. هذا اللي سالفنا يعني عنه تحت الهواء دكتور، نبي نعرف ايش سالفه العسل اللي تبلور. ممتاز. أرخص عسل، أرخص واحد بالجمعية، هذا اشترى عمره ما يتبلور. ليش؟ معالج عشان ذوق المستهلك. حلو. العسل الأصلي مثل التمر يتبلور، يشكر في صحيح. عسل الجلوكوز يتبلور على حبوب اللقاح، ترى يفك التبلور أمر جدا سهل. حين أنا معك نروح عندي أنا بالمنحل نسخن العسل، شو شبيه تسخين، كأنك تسخن شاي بالأخير، شولة وتسخن عسل، مواد أكبر بس بالأخير جدر تسخنه وتشخله، ما يتبلور طول عمره. ممتاز، سهل جدا، ما ياخذ ربع ساعه. ولكن النحال اللي يسوي كذي يحرمك من الفوائد. بس ليش يحرمك؟ لان انت عندك هالانطباع الخاطئ ان العسل لما يشكر يعني مغشوش. غلط، يعني مغشوش. هذا هو الاصلي. هذا الاصلي، ناس تظن اخترب. غلط. ايه العسل، العسل يعيش الاف السنين. ابدا ابدا ما العسل ما يقترب. يعني في قصر، في سوري عفوا، في قبر توت عنخ امون الفرعون الشهير، لقوا قبره قبل بالضبط 100 سنه 1922. صحيح. قبره من 3000 سنة، لقوا عنده بالقبر عسل. تصدقون إنه ينوكل؟ عقب 3000 سنة أدبل، أكيد مو بنفس قوام العسل، أكيد نشف وتبلور حيل. ولكن العسل لما يتبلور مو معناته، بالعكس أصلا العسل قاعد يحافظ على خواصه لفترة أطول. فإن هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، إذا أنت مسافر يعني وما تعرف النحال، تأخذ يا عسل متبلور يا عسل بالشمع، هذول احتمالية الغش فيهم وايد أقل من الأنواع الثانية. جميل. بس أنا عشان أجاوبك على السؤال، ما لك إلا فحص المختبر أو تتعاملين مع نحال ثقة. والشق الأخير لما قلت لك خمس جوائز، أنا أبي تفاصيل عن هالخمس جوائز. خمس جوائز. أنا نوعي إذا دخلت بشيء أحب إني أفهمه من الصفر للمية. وعالم النحل عالم جميل، تدمنينه، شلون في نظام، شلون يشتغلون من الصبح يعني ليل مغرب ما يوقفون دقيقة، التعاون اللي بينهم، التضحية اللي بينهم، دوام يمعة، ماكو مرضيات. الموظف المجتهد يقول لك خلية نحل. يا عيني عليك، مثال للنشاط والشغل الصح. وبعدين فوق هذا وهذا يعطينا شيء وايد لذيذ وفيه شفاء. فأدمنت عالم النحل، وبعدين فهمت شلون إني أعالجه. وأول شيء إني أختار السلالات الزينة، وبعدين وايد من الفن في عالم النحل هي البوكس، الخلية اللي تحط فيها النحل، لأن تساعد النحل ينتج عسل أكثر وبجودة أعلى. فيهم فتحات سفلية عشان يطيح الرطوبة، يعني شغلات موجودة في الطبيعة بس النحالة الحديثة أغفلت عنها. فلما تحط هذا زائد هذا زائد زراعة الأشجار، هذه نقطة وايد مهمة، هذه نصيحة حق كل النحالين. وايد نقول يمعود حط نحل وخلي الرزق على رب العالمين، صح، بس اسحب الأسباب، أعطها كم شيارة يمها يزيد الإنتاج ويعطيك عسل أجود، عسل أطيب وعسل مثل ما يقولون أفيد، ومن ممكن طعمه حتى أن يكون غير. شنو اللي يميز العسل الكويتي إنزين عن باقي أنواع العسل اللي موجودة في العالم دكتور عيسى؟ إحنا عندنا نعمة سبحان الله، شوف عشان الأرض أعطتنا نفط، هالأرض هذه أعطتنا عسل ما صار. التركيز الصحراوي والجفاف اللي عندنا يخلي الرحيق مال الزهرة يطلع مركز أكثر، وطعمه وايد قوي وفوائده عالية. زائد الجفاف اللي عندنا يخلي العسل
رطوبته أقل. هم من الشغلات والإشارات حق العسل عالي الجودة إنه ما تشوفه ماي مايو، ما تشوفه وايد سائل، ما يتحرك، يكون في ثيكنس شوي ثقل. اي هذه يعتبر هي معنا. إذا مثلا عندي مناحل يم الشاليهات على البحر تلاقي نسبة الماي فيها أكثر، صحيح، ولكن إذا تقدر تنتج عسل بجودة بجفاف أكثر خلينا نقول ولزوجته أقل، هني يعتبر خواص العلاجية أفضل. فهذا اللي أنت تبي تعطي هذا. فأقول لك الجفاف مالنا يجفف العسل والرحيق مركز فيعطينا فوائد أكثر. وأمانة لازم نذكر فضل حق اليمن. اليمن شرت عسل السدر، فهناك الخبراء العالميين الدوعيني يعني أيوة الدوعيني أمانة يعني. ولو أن عندنا تحفظات على إنتاج اليمن الحديث، ولكن سمعتهم وتاريخهم في عالم العسل نشر هالطعم هذا عالميا، فصار الحكم العالمي لما يذوق سدر يستانس. والحين إحنا إن شاء الله قاعد نجتهد، طلعنا عسل بالكويت طعمه وايد قريب من اليمني، لأن زرعنا وايد سدر، والسدر كل سنة قاعد يكبر. فإن شاء الله إن شاء الله كل مالنا ونقرب من طعم السدر، وكل مالنا ونقرب أيضا من موسم عسل السدر. أيوة. فهذا الموضوع اللي بنتكلم فيه، إن السدر لا مثل ما قلت خصوصية، صح. يعني فإحنا بنتكلم عن أهم أبرز المناحل اللي عندنا بالكويت وشلون قاعد تتعامل مع عسل السدر. يعني بالكويت أمانة عندنا بالكويت خلني أقول لك، لأن ما عندنا وايد أشجار فالمنحل لازم ما يكون كبير، ما يصير تحط وايد نحل مكان واحد، لأنه ما راح يلاقون مصادر غذاء. فإحنا نوزع مناحلنا، عندنا من العبدلي للوفرة مرورا كل مناطق الكويت تقريبا عندنا مناحل صغيرة. بس من صفات المنحل الممتاز إنه يصد تيارات الهواء. النحل يكيف نفسه داخل الخلية على درجة حرارة 35 درجة سيليزية. حلو. بالحر وبالبرد شو يسوي بالحر هالأيام؟ يجيب ماي وحط داخل عيون الثلاثية مكان العسل وهف بينحانه. ما شاء الله. يقوم شو يسوي؟ كنا مكيف صحراء يا عيني عليك، سواء على الأرض أو داخل عيون الثلاثية. هذا لما يكون المكان حار وإذا المكان بارد شلون يدفي؟ يهزون بجسمهم اهتزازات معينة، شلون أنت لما تحكين إيدك تصير حرارة؟ هم يهزون بعض ويحكون ببعض يدفون الملكة والبيض. طبعا يقل إنتاج الملكة خلال فترة الشتاء والصيف عشان يصغر البيت وتقدر تحافظ عليه الملكة. بس بأسلوب سبحان الله يقول لك وأوحى ربك إلى النحل، ترى الوحي ما يلا للرسل وهم رب العالمين خص النحل فيه، صحيح. فيعني صدق طريقتهم وشلون تعايشهم يعني ساحرة، وكل واحد يبحر فيها أكثر كل ما يكتشف فيها أسرار وخبايا بشكل أكثر. عشان إيه؟ أنت مستمتع فيها وحدي للأمانة. إحنا استمتعنا يعني بلقائنا مع ضيفنا النحال دكتور عيسى العيسى، يعني والك العافية، جزاك الله ألف خير على هذه المعلومات الطيبة، على ربط خلنا نقول المعلومات العلمية المنطقية الجميلة إنزين بقرآننا الكريم. يعني قاعد تعطينا إثبات علمي منطقي وقاعد تثبت علم القرآن، فهذا شيء جميل جدا، وهذه ثقافة راقية أنت قاعد تنشرها. فكل شكر لك دكتور عيسى. الله يسلمك. الله شكرا لكم أنتم. شكر لله. كان ويانا اليوم دكتور عيسى العيسى، وأيضا كانت ويانا الدكتورة سعاد الفقعان بطلة الكويت في التجديف، وكان ويانا أيضا زميلنا نجيب القحطاني اللي طلع في الفقرة الخارجية وتكلم عن عودة المدرسين في أول يوم لهم إلى المدارس. كل التوفيق لهم. وبكذي خلصنا حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى لكم يوم جميل وبداية أسبوع موفقة للجميع. نلتقي فيكم غدا بنفس التوقيت بإذن الله على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. في أمان الله، مع السلامة. مع السلامة.